السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، سنة تانية إعدادي، أهلا ومرحبا بكم، يا رب تكونوا بخير. مع الفصل الرابع من قصة كفاح شعب مصر، وفي الفصل الرابع بنتكلم عن الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، ومن بعده كليبر، وهنتكلم عن أبطال المقاومة الشعبية، هنتكلم عن السيد محمد كريم في الإسكندرية، ومن بعده عمر مكرم، وهنتكلم عن حسن طوبار في منطقة المنزلة، وهنتكلم عن أحمد الأبنودي زعيم المقاومة في الصعيد. تعالوا مع بعض نبدأ الفصل الرابع. بيقول: مضت الأيام ومصر بتصاب بكارثة جديدة. ايه الكارثة اللي اتصابت بها مصر؟ نابليون بونابرت. مين نابليون بونابرت؟ ده قائد الحملة الفرنسية، جاي غازيا غزوة بجيش كبير، وقبل ما يوصل فين؟ اسكندرية. قبل ما وصل اسكندرية ارسل رسوله الى محمد كريم. مين محمد كريم؟ ده زعيم الاسكندرية في الوقت ده. كان عايز ايه نابليون بونابرت من محمد كريم؟ بيأمنه، بيقول له ما تخافش على الكرسي بتاعك، وبيعرض عليه البقاء، تفضل في المنصب بتاعك، تفضل محافظ على الكرسي، بس مقابل ايه؟ شرط انك تساعد الجيوش الفرنسية ان هي تنزل ارض الوطن. محمد كريم هيوافق؟ لا طبعا، البطل المصري لم تخدعه هذه الالفاظ البراك، ورفض، ابى، رفض ان يترك بلاده فريسة لهذا الاجنبي الغاصب، رفض، ابى ان يلقي سلاحه، رفض يرمي السلاح من ايده، وبرضه كافح على رأس بقية من الاحرار المجاهدين، حتى قبض عليه رجال نابليون وارسلوه للقاهرة لمحاكمته. ولم يسع نابليون الا ان اوحى الى المجلس العسكري اللي شكل لمحاكمته ان يحكم عليه بالقتل. يبقى نابليون بونابرت اتدخل وخلى المجلس العسكري اللي كان بيحاكم محمد كريم وخلاه يحكم عليه بالقتل راميا بالرصاص، بس كده، ومصادرة امواله واملاكه، على ان يكون له الحق في افتداء نفسه ب30,000 ريال. ليه الحق؟ ان يدفع فدية كام؟ 30,000 ريال. وصدر الحكم كما أراد نابليون. فبعد ما تعدم محمد كريم، اتجهت أنظار المصريين عايزين زعيم تاني، إلى زعماء يثقون بهم ويعملون برأيهم ويهتدون بهديهم. فكان مين؟ مين اللي هيكمل بعد محمد كريم؟ السيد عمر مكرم. كان في طليعة في مقدمة هؤلاء القادة والزعماء. ولم يكن عمر مكرم بالزعيم الذي ينتظر دعوة، ومش مستني دعوة أو هتاف، بل رأى ان الواجب يناديه الى العمل. ده من الواجب ان يدافع من اجل مصر الى مكافحة هذا العدو. من العدو اللي بنتكلم عنه؟ الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت ومجابهة هذا الخطر. فتقدم عمر مكرم الصفوف وراح يزكي الوطنية في الصدور، بيشجع الشعب وبينظم الصفوف في كل حي وفي كل مكان. وآمن نابليون بما آمن نابليون. كان مآمن بإيه؟ إنه قدام شعب عنيد لن يسكت حتى تعود له حريته واستقلاله، ويجلو الفرنسيون عن أرضه، يرحلوا عن أرض مصر، وأنه شعب مصر لن تهدأ ثورة هذا الشعب إلا إذا تحققت مطالبه كاملة. وأدرك نابليون بونابرت أنه لن يستتب يستقر له الأمر وشعب مصر على هذه الحال. غادر نابليون بونابرت مصر خفية. ليه غادر؟ ليه نابليون بونابرت غادر وساب مصر وهو مستخفي خفية؟ امتى؟ في شهر 8799. ليه غادر مصر خفية؟ ايه السبب؟ انه علم بتدهور مركز فرنسا الحربي. يبقى السبب ان نابليون بونابرت علم بتدهور مركز فرنسا الحربي في اوروبا، وامر من اللي يكون بعده؟ كليبر، قائد الفرنسيين في مصر من بعده. يبقى نابليون غادر، واللي هيكمل بعده كليبر. ولم يكن نابليون بونابرت قد قابل كليبر، ما قابلوش علشان يخبره بالامر ده وانه هيسافر، ولا قابله ولا خد رأيه ولا سأله. فده كان سبب غيظ مين؟ كليبر. ليه كليبر كان متغاظ؟ لان نابليون بونابرت سافر بدون مقابلته او استشارته فيما يفعل، وغضب غضبا شديدا عندما علم بهذه الحقيقة. وفي عهد كليبر رجع برضو المصريين بيكملوا للكفاح من جديد، عملوا ثورة صادرة من اعماق القلوب بتنبعث من القاهرة مرة تانية. يبقى مصدرها كان القاهرة،
ووصف المؤرخون وصفوها بإيه؟ وصف المؤرخون الأجانب كفاح شعب مصر، كفاح شعبنا المصري المجيد في الثورة دي، بإن الكفاح فاق كل حد. تعاون الجميع رجال ونساء وكبار وصغار، وجاد كل فرد بأكثر مما يستطيع، كل فرد كان بيقدم اللي عنده أكتر. فهذه سيدة، السيدة كانت بتجود بحليها، النساء كانت بتقدم الذهب بتاعها في مقابل الجهاد ومحاربة الفرنسيين، والعذراء كانت بتقدم المهر بتاعها، والغني كان بيقدم أرضه، والمواطن كان بيقدم نفسه وروحه. لقد قام أهل القاهرة بما لا يستطيع أحد أن يقوم به، صنعوا القذائف من حديد المساجد. حتى النساء لم تكتفي الواحدة منهن، إيه دور النساء بقى؟ كانت بتقوم بخدمة الثوار وإعداد الطعام، بل يأخذن جنود فرنسا قهرا إلى المنازل القريبة للقضاء عليهن. بيستدرجوا الرجال الجنود الفرنسيين إلى المنازل ويقتلوهم ويدفنوهم تحت الثرى تحت التراب. بهذه الحماسة الشديدة والتعاون العظيم ده والوطنية الصادقة المشتعلة في الصدور، دافع المواطنون عن القاهرة دفاعا مجيدا مشرفا، وكتبوا بدمهم قصة البطولة الحقيقية، وصمدوا للمستعمرين 37 يوم. صمدوا قد ايه؟ 37 يوم. ولكن الغاصب المستعمر الفرنسيين كانوا حصروا منافذ القاهرة بالمدافع التقيلة، وحال دون وصول الأغذية للجماهير، حصروا القاهرة فالأغذية مش بتوصل للمصريين، لحد ما الكل جاع، خيم شبح الجوع، شبح الجوع بقى مسيطر على أهل القاهرة جميعا. وعندئذ حمل المستعمر، هجم المستعمر، هجم الفرنسيين هجم على المجاهدين والمكافحين، ورغم ده ظل الشعب ثائرا، لا الجوع بيخيفه ولا المدافع ترهبه. عايزين نتكلم بقى عن المقاومة الشعبية، مش في القاهرة، لا في منطقة البحر الصغير. احنا قلنا لم تقتصر المقاومة، مقاومة المصريين لجنود فرنسا على القاهرة بس، لا ده الفرنسيون لقوا مقاومة في كل مكان في مصر. هنتكلم دلوقتي عن منطقة البحر الصغير. اندلعت ثورات محلية كبيرة ملهاش حد ولا حصر، وكان في طليعة المناطق اللي أظهرت مقاومة شعبية بيذكرها التاريخ في فخر وإعجاب منطقة الإيه؟ منطقة البحر الصغير. دي موجودة فين؟ بين المنصورة وبحيرة المنزلة. من القائد هناك في منطقة البحر الصغير اسمه حسن طوبار، وحسن طوبار الرجل العظيم ده اللي تردد اسمه في رسائل بونابرت. مين الرجل العظيم الذي تردد اسمه في رسائل بونابرت؟ حسن طوبار. ومذكرات قوادي كرمز اتردد اسمه ان هو رمز للمقاومة الشعبية الباسلة التي لقياها وقابلها الفرنسيون في ارض مصر. حسن طوبار بقى كان زعيم لمنطقة المنزلة، منطقة البحر الصغير. احنا قلنا منطقة البحر الصغير بين المنصورة وبحيرة المنزلة، فحسن طوبار كان زعيم لمنطقة المنزلة، وكانت له الزعامة ايضا على سكان شواطئ البحيرة، وكانت له مراكب صيد، كان هو الزعيم وعنده مراكب صيد كتيرة. ولم تكن تبدأ حملة بونابرت على هذه المنطقة حتى اتصل حسن طوبار، اتصل بمين؟ بمشايخ القرى والبلاد وأهلها، وقعد ينظم الصفوف ويشجعهم، يسير الحمية في الصدور ويحرك فيهم روح الوطنية المتأصلة في أعماق قلوبهم، لحد ما قدر استطاع ان يستفزهم للمقاومة والصمود أمام هذا العدو اللي هو الفرنسيين. حاول الفرنسيون ان هم يجتذبوه، ياخدوا صفهم، يغروه بالفلوس او غيره ان يبقى مع الفرنسيين، فما ضعف وما لان. فبعد كده اضطر بقى الفرنسيون ان هم يخوفوه، طالما انت مش جاي باللين لا احنا هنخوفك. حاولوا ان هم يرهبوه ويرهبوا رجاله، فتحركت حملتهم واتجهت الى بلدة اسمها الجمالية. في هذه المنطقة برضو الجمالية موجودة برضو في نفس المنطقة عن طريق البحر. وأول ما وصل الفرنسيون بمحاذاة الجمالية، من قلة المية وحلت السفن، غرزت السفن بسبب قلة المية في بحر أشمون، فاستغلوا الفرصة، انتهز الشعب هذه الفرصة وراح يمطرهم وابلا من الرصاص والأحجار، ألقوهم بالرصاص والأحجار، ونشبت معركة عنيفة فضلت كام ساعة؟ 5 ساعات، ما بين مين ومين؟ من حسن طوبار والحملة الفرنسية في بحر أشمون، وانتهت بإيه؟ بنصر الشعب المصري.
وانسحب الفرنسيون، ولكن بعد ما تمكنوا من اشعال النار في البلدة حرقوا البلدة واشعلوا النار فيها وانسحبوا. بس في النهاية من اللي انتصر؟ المصريين. كان لانتصارنا في المعركة يا ولدي اثر عظيم، فقد رفع ذلك الروح المعنوية، رفع الروح المعنوية عندهم لهذا الشعب السائر، وشجعوا انه يستمر في المقاومة، وزادوا التفافا حول مين؟ حسن طبار المنتصر. وحاول الجنرال فيال تبع الفرنسيين بعد ذلك انه يجتسب اليها حسن طبار مرة تانية، حاول باللين برضو مع حسن طبار مرة تانية انه يغريه وياخده في صفه، ولكن هذا الرجل حسن طبار الرجل الكبير رفض ايضا هذا العرض. هكذا وقف شعبنا المجيد في اصرار وعزم امام جيش فرنسا وقوادها وجنودها، وقف بشجاعته، وقف بإيمانه، بحقه، بثقته، بنفسه، وقف بصبره على الشدائد والمكاره، كتب لنفسه النصر والبقاء والخلود. احنا اتكلمنا عن المقاومة في القاهرة، واتكلمنا عن مقاومة حسن طبار في منطقة المنزلة، تعالوا بقى نتكلم عن المقاومة فين؟ في الصعيد. هنتكلم في نجع البارود بعد ما نزل الفرنسيون أرض مصر وتغلغلوا فيها وسيطروا على أجزاء كتيرة منهم، صارت سفنهم في نهر النيل اتجهت نحو الصعيد، وصلت لقرية جنوب إنا بتسمى نجع البارود، دي جنوب إنا في صعيد مصر. وما إن رأى أهل البلدة، أول أهل البلدة ما شافوا سفن العدو غضبوا وثاروا واندفعوا نحوها اندفاع رجل واحد، برغم إن عدد السفن دي كان وصل كام؟ 12 سفينة متحملة بالزخيرة والأغذية. نزلت جموع الناس الغاضبة في ماء النيل، الناس نزلت في المية سابحة بتعوم نحو السفن دي، وصلوا إليها، هجموا عليها، استولوا على الزخائر، استولوا على الأسلحة اللي فيها، واستخدموا الأسلحة دي ضدهم، حاربوا بيها، واستخدموا ما أخذوه من بنادق في مهاجمة الباخرة التي كانت تحمل القائد الفرنسي، حتى جنحت إلى الشاطئ. لحد ما وصلت للشط فتصاعدت صيحات الجماهير الغاضبة وتوالت طلقات الرصاص بتصيب جسم السفينة، لكن القائد الفرنسي عمل إيه؟ لم يشأ أن يترك سفينته للثوار، أشعل النار في مخزن البارود وتصاعدت ألسنة النيران في الجو. مش مشكلة، لا احنا عايزينها ولا انتوا هتاخدوها، ولعها أحسن. ونزل الثوار إلى ماء النيل في أعقاب، نزل وراء القائد الفرنسي وأدركه، وصل له أحد الشبان الأشداء وهو كان بيصارع الموت، وشالوا الشاب ده. لما لحق القائد الفرنسي وهو كان بيهرب بيعوم بعد ما ولع في السفينة، الشاب ده لحقه وطلعه تاني على الشاط وقد أنهكه الإعياء. وفوق الشاطئ لفظ هذا القائد الفرنسي أنفاسه الأخيرة، وانتقاما مما حدث تتابعت هجمات الفرنسيين. الفرنسيين كانوا عايزين ينتقموا من اللي حصل، تتابعت الهجمات على طول الطريق من أسوان إلى قوس، وأخذت الثورات تغزو الصعيد كله من الشمال للجنوب، ودبت حركات المقاومة في كل مكان. يبقى احنا عرفنا ده فين؟ في نجع البارود. عايزين نعرف بقى في أبنود اللي حصل. في بلدة اسمها أبنود برضو كان في معركة ما بين قوات الشعب المصري وما بين برضو الجنود الفرنسيين. وقف وسط هذه المعركة شاب قوي اسمه، عايزين نعرف بقى قصة أحمد الأبنودي في بلد اسمها أبنود، كان بيدعو للصمود ومقاومة العدو، بيقول لقد عزمت على أن أثأر من هؤلاء الفرنسيين، أنا هاخد بطاري منهم الذين جاءوا لاغتصاب أرضنا، جايين يغتصبوا أرضنا وبلدنا، حتى ولو في ذلك موتي ونهايتي، أنا هقفلهم لو هموت. فما كان من أهل البلدة إلا أن صافحوه وعهدوه، اتفقوا مع مين؟ أحمد الأبنودي. اتفقوا معاه على إيه؟ على المقاومة والكفاح. وخرج أحمد الأبنودي واللي انضم إليه من الرجال، من رجال البلدة، خرجوا لمواجهة العدو القادم إليهم، وقد أمسك كل منهم، كل واحد مسك إيه؟ مدفع حديث من اللي استولوا عليه أهل الصعيد من الجنود الفرنسيين. وجيه الجنود الفرنسيين بجنود وعتاد كثير، فتحصن أحمد الأبنودي استخبى فين؟ وبعض رفاقه أصدقائه في موقع حصين بالبلدة، تحصنوا في مكان، احتموا في مكان، وراحوا يطلقوا الرصاص على العدو القادم نحوهم. فما كان من جنود العدو إلا أن أشعلوا النار في مساكن البلدة. الفرنسيين راحوا جايين مولعين النار في البيوت كلها، في بيوت البلد، فبقت كتلة نار ودخان.
وأحمد الأبنودي فضل يقاوم ويقاوم ساعة بعد ساعة وسط النار والدخان، وكان قد احتمى بقصر مهجور. احتمى بقصر مهجور، كان القصر ده لأحد المماليك، وبمسجد قريب منه. احتمى بالقصر وبالمسجد، وبعد فترة ضعفت قوة الفرنسيين وتكف، وقفت مدافعهم عن الضرب وبدأوا في الانسحاب. وقبل ما ينسحبوا أشعلوا النار في القصر والمسجد، ونصب الفرنسيون مدافع جديدة وبدأوا بيشنوا حرب طاحنة على الشعب. وفي المرة دي كانت المدافع جاهزة، بحيث لم يستطع الأهالي أن يصمدوا، ما قدروش يقفوا قدامها، وأحدثت الطلقات ثغرات في المسجد والقصر. هيقدروا كمان يدخلوا المسجد والقصر، وهيقدروا كده يقبضوا على أحمد الأبنودي. فتسرب منها الجنود الفرنسيين للداخل، وأشد ما كانت دهشتهم عندما وجدوا أنفسهم محصورون بستار من الدخان. لقوا نفسهم وسط دخان أعمى أبصارهم وأذهل عقولهم، فأصابهم بالإغشاء، أغمى عليهم وسقطوا على الأرض كما تتساقط أوراق الخريف. وطلع أحمد الأبنودي إلى المئذنة، كان في المسجد عمل دخان، وطلع على المئذنة فوق وفي إيده إيه؟ مدفع، وأخذ في وسط النيران التي تحيط به من كل جانب، قعد يضرب عليهم النار، يرسل عليهم الطلقات بعد الطلقات ويقول الله أكبر الله أكبر. وانقضى النهار، طلع النهار، أحمد الأبنودي معلق فوق المئذنة وهو يسدد الضربات إلى الفرنسيين. وعندما حل الليل، أول ما جه الليل هرب الأبنودي من المسجد بعد أن لبس ثيابا أخرى، غير اللبس، لبس لبس تنكري، وتسلل من المسجد وترك الملابس الأولى في المئذنة. عمل لهم زي شكل كده، زي صنم خيال مآتة، وسابوا على المئذنة فوق، ولبس لبس تاني وخرج برا المئذنة، فهم شايفين لبسه فوق المئذنة ففاكرينه لسه موجود، مع أنه كان معلق بس الهدوم على العصيان زي خيال المآتة كده. وعندما جاء الصباح بقى في اليوم التالي في الصبح، خيل لأحد الجنود، اتهيأ له انه شايف أحمد الأبنودي واقف فين؟ فوق المأذنة لا يتحرك. فوجد في نفسه الشجاعة، الجند الفرنسي لقى نفسه شجاع بقى، وراح جاي طلع على المأذنة علشان يقبض على مين؟ أحمد الأبنودي. وأشد ما كانت دهشته عندما أدرك أن هذه ثيابه فقط، وأنه قد انسحب وهرب. هذه صورة من صور مقاومة الشعب المصري لجيش فرنسي جاء يحتل بلده. بعتذر عن السرعة، الفصل طويل شوية، بتمنى أكون قدرت ألخص لكم أحداث الفصل. بتمنى لكم كل التوفيق، لكم مني كل الحب والاحترام. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.